خلينا نكمل مع حضراتكم في أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن بينها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. أكد الرئيسان خلاله حرصهما على دفع مسيرة التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعت ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم. تعالوا نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. أكد الرئيسان خلاله حرصهم على دفع مسيرة التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهم ومصالحهم المشتركة. وحرص الرئيس على تأكيد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الإفريقي بما يحقق أهداف شعوب القارة في الاستقرار والتنمية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أيضاً التطورات الإقليمية سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط وأيضاً على صعيد عدد من القضايا من بينها الجهود الجارية لدعم مسار الحل الليبي وحرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة واستعادة الأمن والاستقرار بها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12. خلال الاجتماع قدمت الدكتورة منى العوض عرض تفصيلي حول الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل. وأشارت إلى الموقف الخاص بتوجيه الدعوات لكبار المسؤولين الدوليين لحضور المنتدى وأيضاً موقف التسجيل لحضور فعاليات المنتدى اللي بتتخطى 530 فعالية، مضيفة أن المعرض الحضري سيضم نحو 170 عارض من مصر ومختلف البلدان. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية جلسة مباحثات موسعة لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك. وأكد مدبولي عمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين العمل معا على تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات المتميزة بما ينعكس على علاقات التعاون المشتركة بين مصر وولاية بافاريا. كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة لوفد ولاية بافاريا بداية لتعميق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والبافارية، لا سيما في قطاعات تمثل أولوية بالنسبة للجانب المصري الآن، زي تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم خلال اجتماع عقده، وأكد مدبولي أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم بما يسهم في وصول الدعم اللي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة لمستحقيه. ووجه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة مع تحديد مهلة شهرين يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة للجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم. وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها اللي قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتي لاستلهام روح العزيمة والتحدي لمواصلة بذل كل غالي ونفيس من أجل مصرنا الغالية والحفاظ على أمنها واستقرارها والمضي بخطى جادة في مسيرة التنمية اللي بتشمل كل شبر من أرضها المقدسة.